Composite Design Pattern هو عبارة عن Structural Design Pattern. Composite Design Pattern بستخدمه لما تكون في عندي Individual Objects و Compositions of Objects وبدي أعملهم بنفس الطريقة. بهذا الباترن يتم تركيب الأوبجكت باستخدام Tree Structure بتوضح Part Whole Hierarchy. إكزامبل على الكومبوزيت ديزاين باترن الجرافيكس ابليكيشن. هلا بالعادة برامج الرسومات بتمكن اليوزر من انه يرسم كومبلكس دايجرامز من كومبوننتس بسيطة، وبيقدر يعمل جروب لمجموعة من هاي الكومبوننتس البسيطة بحيث تشكل كومبوننت اكبر، وبيقدر يعمل جروب لهاي الكومبوننتس الاكبر عشان تشكل كومبوننتس اكبر واكبر وهكذا. واحدة من الطرق لتطبيق هذا الحكي انه اعمل من الكومبوننتس او الاشكال البسيطه مثل التكست واللاين كلاسز، واعمل كلاسز ثانيه تحتوي على هاي البريميتيف كلاسز. بس المشكله في هاي الطريقه الكود بده يعامل البريميتيف كلاسز والكونتينر كلاسز بطريقه مختلفه، رغم انه اليوزر عاده بيعاملهم بنفس الطريقه، وهذا الحكي بخلي الابلكيشن كومبلكس اكثر. من هون إجت فكرة Composite Design Pattern عشان يعامل Primitives والCompositions بنفس الطريقة باستخدام Recursive Composition. الComposite هو عبارة عن Object مكون من تجميع واحد أو أكثر من الObjects المتشابهة اللي إلهم نفس الفانكشناليتي تقريباً. بالComposite Pattern بنقدر نعمل Manipulation على Single Object بنفس الطريقة اللي بنعمل فيها Manipulate لمجموعة من الObjects. الأوبريشنز اللي بنقدر نعملها على الكومبوزيت أوبجكتس عادة إلها قاسم مشترك أصغر، يعني هاي الأوبريشنز رح يكون في منها أوبريشنز كمان مشتركة مع السنجل أوبجكتس. مثلاً إذا كان عندك نظام لتصوير أشكال مجمعة على الشاشة، بنقدر نعرف ريسايز أوبريشن للجروب وريسايز أوبريشن للسنجل بحيث يكون إلها نفس التأثير. بدون الكومبوزيت ديزاين باترن مثل ما حكينا، لما بدك تستخدم تري ستراكتشرد داتا المبرمج لازم يميز بين الليف والبرانش، وهذا الحكي بخلي الكود أصعب وعرضة للخطأ أكتر. بالكومبوزيت ديزاين باترن بنستخدم انترفيس بتسمح لي إنه أعامل الكومبلكس والبريميتيف بنفس الطريقة، ما في داعي للتمييز بينهم. يستخدم الكومبوزيت ديزاين باترن لما بدي أمثل البارت هول هيراركي أوف أوبجكت، ولما الكلاينت يكون لازم يتجاهل الفرق بين الكومبوزيشنز والانديفيديوال اوبجكتس، ولما المبرمجين يلاقوا حالهم بيستخدموا المالتيبل اوبجكتس بنفس الكود اللي بيستخدموه لكل واحد منهم على حدة، فبيستخدموا الكومبوزيت ديزاين باترن عشان يقللوا من الكومبلكسيتي تاعت الكود. هذا الجنرال ستراكشر تبع الكومبوزيت ديزاين باترن. زي ما احنا شايفين عنا انترفيس اسمها كومبوننت، فيها abstract method اسمه do operation، وعندنا two classes leaf و composite، كل واحد فيهم عامل implement لل do operation. الليف اللي هي الclasses primitive اللي ما بيكون إلها children، والcomposite عبارة عن composition من zero أو أكتر من الcomponents اللي ممكن يكونوا leaves أو composites تانيين. بالإضافة لل do operation method، الcomposite class يحتوي على child related operation مثل الـ add component، remove component والـ get child. الـ do operation اللي في الـ composite بتستدعي الـ do operation اللي في الـ children recursively لحد ما أوصل في الـ leaves. لاحظ إنه الـ leaves ما فيها child related operation زي الـ add component والـ remove والـ get child، لأنها ما إلها children. الـ participants في الـ composite design pattern أربعة: الـ component، الـ leaf، الـ composite والـ client. الـ component بيعمل abstraction لكل الـ components بما فيهم الـ composite، عشان هيك هو يعتبر interface للـ objects اللي في الـ composition. الـ leaf اللي هي الـ classes اللي ما إلها children، وبتعرف الـ behavior للـ primitive objects في الـ composition. الـ composite بيمثل composite component، وبيعرف البيهيفير للكومبوننتس اللي إلها children، وبتعمل implement للchild related operation اللي في الكومبوننت،
بالتالي الكومبوزيت بيعمل implement لكل الميثودز اللي في الكومبوننت. الكلاينت بيعمل manipulate على الأوبجكتس اللي في الكومبوزيشن من خلال الكومبوننت انترفيس. الكولابوريشن بين الparticipants بيصير كالتالي: الكلاينت بيستخدم الكومبوننت انترفيس عشان يتفاعل مع الأوبجكتس اللي في الكومبوزيت ستراكتشر. إذا الريسيبيانت كان ليف يتم التعامل مع الريكوست مباشرة. إذا الريسيبيانت كان كومبوزيت بيبعت الريكوست للتشايلد كومبوننت تبعونه وممكن يعمل اوبريشنز زيادة قبل أو بعد ما يبعت الريكوست. من التطبيقات الشائعة على استخدام الكومبوزيت ديزاين باترن اللي هو جرافيك إديتر. بهذا الإكزامبل اللي رح نحكي عنه هلأ، في الجرافيك إديتر الشيب قد يكون بيسك مثل اللاين وقد يكون كومبلكس مثل الريكتانجل. الشيبس إلها عدة أوبريشنز مشتركة بينها مثل الريندر. بما إنه الشيبس إلها بارت هول هيراركي، بقدر أستخدم الكومبوزيت ديزاين باترن عشان أخلي الكلاينت يتعامل مع كل الشيبس بنفس الطريقة. هون عرفنا انترفيس اسمها شيب اللي هي عبارة عن الكومبوننت. هاي الانترفيس فيها تو ميثودز: ريندر شيب تو سكرين واكسبلود شيب. هدول التو ميثودز لازم ينعمل لهم امبلمنت في السيمبل اللي هو الليف وفي الكومبلكس اللي هو الكومبوزيت. الريندر شيب تو سكرين بيرسم الشيب على الشاشة، والاكسبلود شيب في الكومبلكس اوبجكت بيرجع الري تحتوي على الشيبس اللي بتكون هذا الكومبلكس شيب. مثلا في المستطيل بيرجع array تحتوي على 4 line objects. في simple shape مثل line بيرجع الشيب نفسه. هون عنا line class اللي هو simple leaf عامل implement للشيب. line constructor بيخلق line بين نقطتين، عشان هيك بيستقبل احداثيات النقطتين x1 y1 وx2 y2. وعامل implement للرندر شيب تو سكرين اللي موجود في الشيب انترفيس، وكمان عامل implement للاكسبلود شيب اللي موجود في الشيب انترفيس. زي ما احنا شايفين عشان اللاين سيمبل، فهذا الميثود بيرجع الشيب نفسه اللي هو اللاين جوات الاري اللي اسمها شيب بارتس. هون عندنا الريكتانجل كلاس اللي هو الكومبوزيت، عامل implement للشيب. بهذا الكلاس اول اشي عامل ريكتانجل بانه عمل كرييت للايدجز تاعت الريكتانجل اللي كل ايدج منها راح تكون عباره عن اوبجكت من اللاين كلاس، ومخزن الايدجز باري اوف شيبس اسمها ريكتانجل ايدجز. بعدين عامل امبلمنت للاكسبلود شيب اللي موجود في الشيب انترفيس بحيث انها ترجع ريكتانجل ايدجز اري، وعامل امبلمنت للرندر شيب تو سكرين اللي موجوده برضه في الشيب انترفيس بحيث انها تلف على كل شيب موجود في الريكتانجل ايدجز اري، بمعنى بتلف على كل لاين وبتستدعي الرندر شيب تو سكرين لللاين اللي هو التشايلد تبعها. بالتالي مررت الريكوست من الكومبوزيت الى التشايلد، يعني صار في عندي ديليجيشن. هون عندنا كومبوزيت كلاس تاني بيمكنني من اني اعمل شيبس كومبلكس اكتر. هاد الكلاس عامل امبلمنت للشيب انترفيس. اول اشي معرف ليست اسمها شيب ليست بدنا نحط فيها شيب اوبجكتس، وعرف كمان ميثود اسمه add to shape. هذا الميثود عبارة عن child related operation، بيستقبل shape معين قد يكون line أو rectangle أو complex shape وبضيفه على shape list. بعدين عامل implement لل explode shape اللي موجود في shape interface بحيث إنه يحول list ل array ويرجعها. بعدين عامل implement للrender shape to screen بحيث إنه يحول shape list ل array of shapes وبلف على كل شيب فيها وبستدعي الريندر شيب تو سكرين تبع الشيب للتشايلد، يعني مرر الريكوست للتشايلد، يعني برضو صار في عندي ديليجيشن. هون عندنا الكود تبع الكلاينت كلاس. الكلاينت كلاس بيحتوي على ريندر جرافيكس ميثود. هذا الميثود بيستقبل ليست اوف شيبس بيحولها الى اري اوف شيبس وبلف عليها شيب شيب وبيستدعي الريندر شيب تو سكرين تاعها. هلا هذا الميثود بتعامل مع السيمبل اللي هو الليف والكومبلكس اللي هو الكومبوزيت بنفس الطريقة باستخدام الشيب انترفيس. في المين ميثود أول إشي عملنا ليست عشان تحتوي لي كل الشيبس
سميناها All Shapes on Software. بعدين عملنا Create لLine Shape وضفناه على الليست. وبعدين عملنا Create لRectangle Shape وضفناه على الليست. وبعدين عملنا Create لComplex Object بده يتكون من Rectangle وLine. بعد ما عملنا Create إلو ضفنا عليه Line والRectangle. وبعدين ضفنا الكومبلكس شيب على الاول شيب ليست. وبعدين عملنا كرييت لفري كومبلكس شيب وضفنا عليه الكومبلكس شيب السابق ولاين. بعدين ضفنا الفري كومبلكس شيب على الاول شيبس ان ليست. هلا في الاول شيب ان ليست صار فيها لاين ريكتانجل كومبلكس شيب مكون من لاين وريكتانجل وفري كومبلكس شيب مكون من الكومبلكس شيب اللي عملناه ولاين. بعدين استدعينا الرندر جرافيك ميثود اللي في الكلاينت عشان ترسم كل الشيبس اللي في الليست بغض النظر كانت سيمبل او كومبلكس، بيعاملهم بنفس الطريقه بفضل الكومبوزيت ديزاين باترن. بعدين هون اخر اشي اخذ الشيب اللي موجود في اول بوزيشن في الاول شيبس ليست في الاول شيبس ليست اللي هو كان اللاين واستدعى الاكسبلود شيب الها. الإكسبلود شيب لللاين بيرجع الري فيها اللاين نفسه عشانه سيمبل. مثال السابق، في بعض الأحيان اتجنبنا نتفاعل مع الكومبوزيت أوبجكت من خلال الشيب انترفيس، تعاملنا معهم ككومبوزيت بالتحديد. مثلا لما استخدمنا الأد تو شيب اللي موجود في الكومبوزيت استدعيناه عن طريق الكومبوزيت أوبجكت نفسه وليس عن طريق الانترفيس اللي هي الشيب انترفيس، لأنه مش موجود بالشيب انترفيس أصلاً. عشان نتجنب هذا الحكي ونزيد من اليونيفورميتي ممكن نضيف الأد والريموف والجت تشايلد أوبريشنز للشيب انترفيس، بس بهاي الحالة بالجافا بدنا نضطر نعمل لهم override بالليفز رغم إنه الليف ما بتدعم هاي الأوبريشنز، فبنخليهم يطلعوا unsupported operation exception في الليف. مثل هيك هاد عبارة عن alternative structural composite design pattern اللي بنخلي فيه الـ child related operations زي الـ add والـ remove والـ get child بعرفها كمان في الـ shape interface. بالتالي في بعض اللغات البرمجة زي بالجافا بدي اضطر اني اعمل override للـ add والـ remove والـ get child برضو في الليف، بس لانه الليف ما بتدعم هاي الـ operations اللي هي الـ add والـ remove والـ get child بضطر اني اخليها تطلع exception unsupported operation.